بمشاريعنا حتى نرتب المشروع مالتنا. فالمحاضرة راح تبدي بالإيعاز اللي هو التوقيت الحالي أو الكرنت ديت أسميه، يعني اليوم الحالي المفروض يظهر عندي أنا على هذا المشروع. إذا تلاحظ هنا، إذا الشاشة واضحة عندكم، هنا أنا عندي بحاسبتي أكو خط أخضر. هذا الخط الأخضر راح يمثل لي أنه تاريخ اليوم. يعني لما أقول لك أني أنه هذا المشروع، أنطيني الكرنت ديت أو التاريخ الحالي حتى أنت تفهم نفسك أنه أنت وين بالمشروع، شغلك صح، شغلك ماشي غلط، شنو المتأخر، شنو اللي ما متأخر عندك. فأنت المفروض يطلع عندك خط، هذا الخط يحدث نفسه أوتوماتيكياً، يحدث نفسه يوم بيوم. يعني باشر لما ننتقل إلى تاريخ يوم 11 راح تلاحظ أنه هذا التاريخ ينتقل إلى يوم الخميس يوم 11، أو هذا الخط ينتقل إلى يوم الخميس أو يوم 11. هذا منين يطلع عندي هذا الخط؟ أجي هنا على هذه المساحة، رايت كليك، أروح على أول خيار اللي هو الجريد لاينز، راح تفتح لي هاي القائمة. هذه القائمة بها خيارات متعددة، سواء الجانت شارت أو البارو أو خيارات كثيرة، راح نجي على المهمات بتفاصيلهم. راح أروح إلى الخيار اللي هو الكرنت ديت. فلما تختار الكرنت ديت راح ينطيك نوع الخط اللي انت راح تستخدمه، خلي استخدم مثلا هذا، راح ينطيك لون الخط اللي انت تريده اللي يمثل لك يعني التاريخ الحالي على الشارت. فلما تقول له اوكي راح يطلع لك الخط اللي انت تريده اللي هو يمثل لك الكرنت ديت. هذا بديش يفيدنا؟ هذا يفيدنا يا شباب، ينطيني نظرة عامة. يعني انا لما اريد انطفت سمري للمشروع او انطفت ملخص للمشروع راح اعرف انه اني وين. يعني تلاحظ انت هذا الخط فصل لك التاسك او المهام اللي يعني من البارحه الى بدايه المشروع، والمهام اللي من باتشر الى نهايه المشروع. فهذا الخط هو اللي يفصل لك بين المهام المتبقيه والمهام اللي المفروض انجزت. هذا دائما يفيدنا، ينطيني فد لمحه عامه عن المشروع حتى انت تعرف انه شنو هي المهمه اليوم بدك تشتغل. يعني انت كمدير مشروع او كمهندس، انت ضمن هذا الكم الهائل من التاسك اللي عندك او من المهام اللي عندك، من الصعب انه انت تحدد مكانك وين. لكن هذا الخط الكرنت ديت او التوقيت الحالي او التقويم الحالي ينطيك يقول لك انه انت بهذه المهمه. يعني على سبيل المثال اذا تلاحظ هذا الخط واقع على هاي المهمه اللي هي القالب، معناته انه انت لما تروح للمشروع راح تلقى ابو القالب يشتغل. معناته انه شنو؟ معناته انه ابو التسليح مكمل، ابو الحفر مكمل، ابو التهيئه مكمل، عندك ابو القالب اليوم باقي دا يشتغل. لما تروح وتلقى ابو الصب دا يشتغل، معناته هذا انه متجاوز على التايم مالتك او متجاوز على الخطه مالتك. فانت تعرف انه هذا الخط اللي هو الخط الاحمر هو يمثل لك المهمة اللي تشتغل. هذا أول إيعاز. الإيعاز الثاني هو هذا اللي نسميه البريديسرز أو البريديسر. هذا البريديسرز شنو هو؟ هذا البريديسرز تلاحظ أنت يعني هسه حتى إذا تفتح البروجكت مالتك راح تلاحظ هذا موجود، هذا موجود عندك. عندي بعض الأرقام اللي موجودة به، تلاحظ هذه موجودة بها رقم 2، هذه 3، هذه 4، 5، 6، 7، هذه 11، هذه 26، هذه 32 وهكذا. هذه شنو معناتها؟ احنا تتذكرون انه سوينا عمليات اللينك او سوينا الربط بين المهام. طيب اذا انا ما اريد، اذا هذه صارت عندي المهام كثيرة متشعبة ما اقدر افصلها بسهولة، راح اجي على هاي البريديسرز. البريديسرز معناته شنو؟ معناته انه هذه الفقره، هسه على سبيل المثال فقره رقم 3، هذه الفقره رقم 3 اللي هي حفر الاسس، حفر الاسس ماخذه بريديسرز 2. شنو معناته؟ معناته انه حفر الاسس مرتبطه بالفقره رقم 2. يعني هي هذه الفقره بغض النظر عن هي رقمها 3، لكن هذه الفقره اللي هي فقره حفر الاسس مرتبطه بالفقره رقم 2. نجي على الفقرة رقم 4 راح نشوف أمامها رقم 3، معناته أنه الفقرة رقم 4 مرتبطة بالفقرة رقم 3 وهكذا بالنسبة لبقية الفقرات. إذا أجي أشوف مثلا على سبيل المثال جدران الستارة اللي ما تستطح مربوطة ويا الفقرة 11، مربوطة ويا الفقرة 11 اللي هي
بناء جدران الطابق الثاني. اذا اجي على اذا اجي على عفوا على البار تشارت مالتي راح اشوف الاتي. هذه لاحظ، هذه الفقره اللي هي جدران الستاره ده يقول مربوطه مع الفقره 11، يعني مع بناء جدران الطابق الثاني، لكن يخلي لك معها يخلي لك اف اف، معناته هذني ينتهن بنفس التاريخ. فلما انت تحدد الفقره مالتك ويا منو تريد تربطها ويا اي فقره تريد تربطها، ما عليك سوى ان تكتب رقم الفقره اللي انت تريد تكتبها. على سبيل المثال اذا اجي على هذه الفقره مثلا تسليح السقف الاول، هذه الفقره رقم 16، تمام لو لا؟ مجرد ما اخلي هنا رقم 15 زين، اطلع من هذا، عفوا ما يصير هذا، لا هذا خلي الفقره 16 اخلي رقم 15، معناته انه انا اريد اربطها ويا الفقره 15. فشوف ربط لك اياها مباشره ويا الفقره 15، فسوالك انه تسليح السقف ياتي مباشره بعد القالب للسقف الاول. مثلا الفقره 17 الصب تاتي بعد الفقره 16 اللي هي القالب، فتكتب عليها رقم 16، فالمفروض يربط الكياهن وحده مع الثانيه. لاحظ ربط الكياهن من يمه وحده مع الثانيه. فهذا البريديسرز يا شباب هذا جدا مهم في تحديد اولويه الفقرات وتحديد من الفقرات المترابطه فيما بينها. هذه واضحه؟ واضح صار. تمام. فممكن يجيك سؤال بالامتحان، ممكن يجيك أي سؤال أو تتعرض إلى أي سؤال، إنه لما الفقرة مالتك 16 على سبيل المثال والبريديسرز مالتها فقرة مثلا 14، احسب لي الوقت مالتها واحسب لي التاريخ مالتها شو وقت تنتهي. فتخلي في بالك إنه هيك نوع من الأسئلة وارد يجيك جدا بالنظري أو بالعملي. فهذه البريديسرز جدا مهمة في تحديد ربط الفقرات وأولوية الفقرات. طيب هذا الإيعاز الثاني. الإيعاز الثالث هو الكريتيكال تاسك، يعني المهام الحرجة. احنا إذا تتذكرون حكينا بالمحاضرات الأولى إنه المهام الحرجة هي شنو؟ المهمة الحرجة هي المهمة اللي تزيد لي مدة المشروع وتزيد لي الكلفة فيما لو لم يتم تنفيذها. يعني انت لما الفقره عندك ما تتنفذ ممكن تطول لي مده المشروع، ممكن تزيد لي الكلفه، هذه هي اسميها المهمه الحرجه. طيب كيف راح اطلع هذه المهمه الحرجه من خلال هذا الكم اللي عندي من المهام؟ يعني انا هنا عندي هذا جدول المهام، شوف ايش قد هو جدول كبير، بس انا اريد المهمه الحرجه من خلاله. طيب شو راح اطلع المهمه الحرجه؟ انا ما اقدر من كيفي اطلع المهمه الحرجه اقول هذه هي المهمه الحرجه، لكن اكو امكانيه بالام اس بروجكت هو اللي ينطيك المهمه الحرجه. وين المهمه الحرجه؟ اقدر اطلعها، تجي على هذه المساحه، مره الثانيه تجي على هذه المساحه تقول له رايت كليك، نفس الشيء اروح الى الجريد لاينز واروح الى الكريتيكال تاسك اللي هي موجودة هنا، عفوا رايت كليك، هذه عفوا مو الجريد لاين، نجي على الشو هايد، نفتح القائمة مالته، نروح إلى الكريتيكال تاسك، هذه أول خيار. فلما نضغط الكريتيكال تاسك شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي هذني المهام هن مهام حرجة. ليش؟ هذني المهام مهام حرجة خلاهن سواهم باللون الأحمر. ليش؟ لأن هذني لحد هسه مهام غير منفذة، ما عندي نسبة التنفيذ مال هذه المهام فيعتبرها مهام غير منفذة. بعد شنو اللي عندي؟ إذا أجي أدور على بقية المهام راح أشوف أنه هذه المهمة اللي هي الواجهة هي المهمة الحرجة. يعني لو تأخرت هذه المهمة، مهمة الواجهة، راح يتأخر كل المشروع، أما باقي المهام فهي مهام غير حرجة. فلما تجي على المهمة الحرجة وينها، يعني ممكن يجيك سؤال بالامتحان
انه انت طلع لي يعني انطيك بروجكت معين او البروجكت مالتك، هو انت كله راح تشتغل على البروجكت مالتك، وراح اقول لك انطيني المهمه الحرجه، فالمهمه الحرجه راح يمثل لك اياها باللون الاحمر. طيب هذه المهام هذه اللي هنا اللي طلع لي اياها باللون الاحمر، هذه صارت ورا تاريخ اليوم، يعني تاريخ اليوم هذا هو الخط الاحمر. طيب هاي المهام هي صارت وراهن، يعني انا عبرت هاي المهام بس هي اشر لي اياها مهام حرجه، هذا شلون اتخلص من عندها؟ اتخلص من عندها بطريقه سهله جدا. انت اليوم هذا المشروع اللي عندك كمدير مشروع، انت عليك ان تحدث المشروع يوم بيوم. شلون احدث المشروع؟ مثلا على سبيل المثال لما اجي على المهمه اللي هي تنظيف الموقع، هل فعلا هذه المهمه خلصت بوقتها بتاريخها؟ اذا نعم تروح تنطيها هاي النسبه 100%. هنا هذه نسب الانجاز، هذه نسب الانجاز، تروح تنطيها النسبه 100%. فلما تنطيها النسبه 100% راح يشيل لك اياها من المهام الحرجه، معناتها انه هذه المهمه تنفذت، ما عندك مشكله بها. بعد نجي على هل حفر الاسس تنفذت في يومها او في موعدها ضمن المده مالتها؟ نعم 100%، اذا يطلعها من المهام الحرجه. التسليح هل هو انتهى؟ نعم انتهى 100%. إذن نجي على موضوع القالب الخشبي مثلا للأسس، هل أنه أنت نهيت يعني هذا القالب الخشبي راح تنتهي المهمة المفروض تنتهي يوم 10/2، يعني باكر المفروض تنتهي. أنت اليوم لما تخلص شغلك تنطي هذه المهمة تنطيها نسبة 75% على الأساس أنه باكر لما أنت تخلص راح تنطيها نسبة 100%. فهذا التحديث أنت كمدير مشروع أو كمتابع للمشروع، أنت هذا التحديث لازم يوميا تسويه. من بعد ما سويت هذا التحديث يوميا راح ترجع إلى المهمة الحرجة مالتك الوحيدة اللي بقت، اللي هي الواجهة. هذه الواجهة هي اللي راح تغير سياق المشروع. سؤال ممكن يجيك، ليش هاي صارت مهمة حرجة؟ ليش هذني اللي وراهن هن مهمات غير، يعني هذه ليش مثلا على سبيل المثال اللبخ ليش مو مهمة حرجة؟ التأسيسات الكهربائية ليش مو مهمة حرجة؟ ليش الأثاث الصحي، التأسيسات الصحية، ليش هاي كلها مو مهام حرجة ما عدا الواجهة المهمة الحرجة؟ هذا السؤال أنت تفكر بيه وأنت تجاوب عليه، وحسب مشروعك طبعا مثل ما راح نشوف في مشاريعكم. عندنا أكو سؤال لحد هنا يا شباب؟ واضح دكتور واضح. تمام. عندنا فد خيار كلش مهم ينطيك حالة المشروع. حالة المشروع أنت مثل ما قلنا في بعض الأحيان ينطلب من عندك أنه نسب إنجاز، أو ينطلب من عندك تقارير، أو ينطلب من عندك موقف المشروع لهذا اليوم. موقف المشروع لهذا اليوم او موقف المشروع لهذه المهمه، تعرف يعني انت هسه هنا كم مهمه احنا عندنا؟ عندنا 243 مهمه. طيب انا هسه لو اقول لك انه تعال احكي لي على موضوع البناء الطابق الاول مثلا على سبيل المثال، بناء الطابق الاول هذه الفقره وين وصلت؟ انت كمدير مشروع وعندك مثلا 100 150 200 مهمه، 300 مهمه، ممكن توصل الى 1000 مهمه ممكن في بعض الاحيان، انت شلون راح تعرف انه هذه المهمه وين واصل الشغل بيها؟ يعني انا لما اليوم انا يعني انا اسالك انا بسلطه عليا لما اسالك انت كمدير مشروع اقول لك وين وصلت هذه الفقره؟ وين وصلت فقره الصب؟ انت ما لازم تتلكأ بهذا الموضوع كمدير مشروع، انت لازم ما تتلكأ بالاجابه. انت عندك الام اس بروجكت هو اللي ينطيك الحل، كيف ينطيك الحل؟ تجي تخلي رايت كليك هنا، تخلي انزيرت كولوم مثل ما خلينا مالت الكلف، تمام لولا راح يفتح لك هذا الجدول، تروح الى فد شيء اسمك اسمه الستيتس يعني الحاله، تروح على حرف الاس اسمه الستيتس اللي هو هذا الستيتس. طيب لما خليت الستيتس، مجرد انه تخلي الستيتس راح يطلع لك قدام كل مهمه الحاله مالتها، يعني لما تقول تهيئه وتنظيف الموقع راح يطلع لك كومبليت معناتها منتهيه، لما تروح على حفر الاسس كومبليت، لما تروح على التسليح كومبليت،
لما تروح على القالب يقول لك اون سكيدجول. اون سكيدجول يعني بدها تشتغل ضمن الوقت المحدد مالتها حسب الجدول. لما تروح على صب الاسس يقول لك فيوتشر تاسك، يعني مهمه مستقبليه. يعني لما يجيك انت طلب مثلا اقول لك انه وين وصلنا بالتسليح السقف، تسليح السقف هي المهمه 16، انت راسا تقول فيوتشر تاسك، بعدني ما واصلها حتى تسالني عليها. ما مس يعني مو ما مسموح لك، وانما لك الحق ان ترفض انه تنطي تعليق على هذه المهمه، وين وصل الشغل بيها، وين وصل نسبه الانجاز بيها، اذا هي فيوتشر تاسك. لكن بالاون سكيدجول تاسك لا، انت لازم تنطي نسبه انجاز. هذه طبعا نسب الانجاز قلنا انت تخليها من هنا. بالكومبليت انت لازم تنطي نسبه انجاز اللي هي 100%. فهذا جدا مهم، هذا العمود لازم يتخلى حتى نفهم انه الفقرات مالتنا وين، هل احنا ماشيين بالاتجاه الصح، وضع الفقره وين صار. هذا بالنسبه للستيتس. عندي الحقل الثاني اللي هو يشبهه، نفس الشيء اروح الى انزيرت كولوم واروح الى الستيتس انديكيتور، يعني مؤشر الحاله. خلينا نشوف هذا هو شنو مؤشر الحاله. مؤشر الحاله كذلك نروح على الستيتس انديكيتور. تلاحظ هنا شنو اللي ينطيك اياه؟ ينطيك فد تعليق، يعني ينطيك فد علامات. اولا تهيئه وتنظيف الموقع ينطيك عليها صح 100% باعتبارها انه مهمه مكتمله وما عندي اي مشكله بيها. نجي على حفر الاسس كذلك ينطيك صح ومهمه مكتمله 100%. نجي على التسليح ينطيني صح، مهمه مكتمله 100%. نجي على الاون سكيدجول ينطيك فد رمز، يعني هو صح لكن يختلف، يقول لك انه هذه ترى هي اون سكيدجول باعتبار انه هذه المهمه هي بعدها تشتغل، اقصد هذه المهمه اللي هي مهمه القالب بعدها بدها تشتغل، هذه بعدها بدها تشتغل. طيب اذا انت عندك في موقع ما انه حفر الاسس مثلا مو كله كمل، مثلا انت عندك احنا المشروع مالتنا بيت، مثلا تحفر الاسس مالت البيت ويبقى لك الاساس مالت السياج الخارجي، فعلى سبيل المثال هاي الفقره ما تنطيها 100%، تنطيها 75% باعتبار انه انت عندك بعد السياج الخارجي، والسياج الخارجي بعد وقته. شوف شنو اللي سوالك اياه، سوالك انه حفر الاسس فقره ليت متاخره عن الجدول مالتها، وانطاك هذه العلامه، غير لك اياها من علامه الصح الى علامه التعجب الحمراء، معناتها هذه الفقره غير مكتمله. فانت ماكو داعي بعد تجيني تدور لي هنا بهذا الجانتشارت، بهذا البار تشارت، انه يا فقره متقدمه يا فقره متاخره، ويصيبنا هذا الارتباك في كل الاحيان. طبعا احنا حتى بالمشاريع يصيبنا هذا الارتباك لما الواحد يسالنا انت وين واصل، ماكو داعي لهذا الارتباك بعد من ناوغات. انا عندي هذا قدامي وده يقرا لي كل المشروع قدامي، يعني هذا اوكي، هذه كومبليت، هذه ليت. ليش ليت؟ لان نسبه الانجاز بها 75%. ليش؟ لان عندي بعد حفر السياج الخارجي بعد ما خلصان، انتهى الموضوع خلاص، ماكو داعي انه اتناقش اكثر. التسليح مثلا كومبليت، هذا كومبليت، فهذا ينطيني فد انديكيتر او ينطيني فد مؤشر انه المهام مالتي وين واصله. هذا ينطيك اياها على شكل مكتوب، وهذا ينطيك اياها على شكل انديكيتر. لو اجي على هذه المنطقه مره ثانيه اقول له رايت كليك، اروح الى الشو والهايد، راح اقول له انطيني الليت تاسك، يعني المهام المتاخره. فمجرد ما انت يعني هسه انت صار عندك انه هذا ليت تاسك، حتى تطبع هذا المشروع او حتى تطبع هذه الفقره رايت كليك هنا مثل ما قلنا، تروح تقول له انطيني الليت تاسك، فراح ياشر لك هذه الليت تاسك، ياشر لك اياها باللون الاسود. ممكن هذا انه انت تغير الالوان مالتك، تسويها مثلا باللون الاحمر، معناتها انه هذه فقره ما مكتمله ويحتاج لها ان تكتمل. مجرد ما انت تكتمل هذه الفقره تسوي نسبه الانجاز مالتها 100%، راح يختفي عندك هذا الرمز، وراح يرجع الى رمز اعتيادي، يرجع الانديكيتر مالتك صح، ويرجع كل شيء الى وضعه الطبيعي. من بعد ما تخلص هذا العمل مالتك، طلع الكريتيكال تاسك، طلع نسب الانجاز، راح تقول له سيف للمشروع مالتك،
وينتهي عندنا هذه الفقرات الأساسية أو هذه الأمور الأساسية اللي بصراحة تفيدنا في تحديد الوضع العام للمشروع، تحديد الصورة العامة المختصرة للمشروع، وين أنت واصل وضعك بمشروعك. أكو سؤال يا شباب لحد هنا؟ لا استطول. تمام. هذه الفقرات نفسهم راح تنضاف إلى مشروعكم طبعاً. يعني احنا وصلنا لموضوع الكلف، موضوع انه شلون نطلع كلفة المشروع، راح تنضاف هاي الفقرات الستة اليوم اللي اخذناها الى مشاريعكم. فاتمنى انه تكملوا مشاريعكم هذا الاسبوع. يوم السبت الجاي عندنا محاضرة، السبت الوراء عندنا امتحان الشهر الاول. بلغوا بقية الطلاب بموعد الامتحان وان شاء الله راح اكتب لكم اياه اني على الكلاس. وأي سؤال يصير عندكم بهذا الموضوع حاولوا ترسلوا لي على الكلاس، ونشوفكم إن شاء الله يوم السبت. نعم منك.